محليا بتحكي عن شراكه، شراكه في مشاريع، شراكه في حكم محلي، شراكه في حكم محلي استثمار اقتصادي. طبعا هذه المبادره انا كنت بفضل انه يعني لو توزعت على المملكه في وكان في القانون موضوعا لا مركزيا وكان اداره المشاريع خارج المخارج العقد. شكرا. شكرا جزيلا. اخر اخر مداخله تفضل. I'm first, I will start with research in English. I'm a member in the Economic Policy Forum, and I'm a managing director for a company. It's called the REIT. We participate in the government tender for grains. I have two questions for Mr. Edward. First, what is your strategic approach to identify the critical success factors in this partnership? This is the first question. And the second question, how the PPP could be measured, for example, it's as reflected to how we can decrease the unemployment. This is second question. And also I have a question for Mr. Usama. I want to know what is the general policies for promoting a responsible business conduct? Because is there like a comprehensive national policy? Thank you very much. يعطيك العافية. أول شيء أنا كنت بتمنى سعادة النائب عبد الرحيم البقاعي أرفع الصوت عليك موجود حتى يسمع التعليقات اللي حكيتوها إنه ما في دور للقطاع الخاص. أنا بدي أحب إنه لما نعدل القانون كان في رئيس غرفة تجارة عمان، رئيس غرفة تجارة الأردن، رئيس غرفة صناعة الأردن، أعضاء في مجلس الشراكة، مجلس النواب أصر على شطب هذول الاثنين من مجلس الشراكة. فياريت كان سعادة النائب موجود لأنه حكوا في اللجنة قالوا إنه إذا كان هذول الاثنين موجودين معناته راح يكون في مشروع وراح يطلعوا المعلومات مش عارف إيش، فما بتدخل في الحيفية، لكن كان موجودين. وكان ايضا كان في فكره انه يطلبوا من دوله الرئيس، كان في معارضه شديده جدا على انه يعملوا هيئه شراكه في مجلس النواب، فتقزمت الوحده لوحده الشراكه واصبحت جزء من وزاره الماليه وكانت مديريه، يعني حتى ما تم عملها كان ممكن تنعمل كدائره زي دائره الدخل والمبيعات او زي دائره الجمارك زي ما تفضل الدكتور، لانه في المستقبل انه معظم مشاريع البنية التحتية راح تكون مشاريع شراكة، وبالتالي راح تشرف وراح تساعد الجهات الحكومية على إدارة محفظة من مشاريع الشراكة قد تقدر بملايين او مليارات الدنانير. بالنسبة لل 25% احنا بالعكس احنا لانه في مؤسسات الحكومة بتساهم فيها، مثلا شركات او مؤسسات بتساهم الحكومة فيها بنسبة أكثر من 25%، فبالتالي ما بدناش هاي الشركات تصير تدخل مع القطاع الخاص وتحدد دوره. احنا حطينا 25% زي ما كمان فضل الدكتور انه تبلوك، انه اذا كان لها 26 بصير لها بلوك ماينوريتي، وبالتالي حسب قانون الشركات بتقدر انها تتحكم في عدة قرارات في مجال هذا، فبالتالي عشان هيك حطينا نسبة 25%. بالنسبة للامركزية والحكم المحلي والتنمية، لا ما دراسات مش مزاجية دكتور، يعني الأخ محمد الجبور، الدراسات مش مزاجية، مش إحنا من حد المزاجية. الدراسات لما تجينا دراسة جدوى بنطلع هل تم في ميثودولوجيز معينة موجودة في التكست بوكس، موجود معروفة في العالم، الدكتور بعرف وطلال والمؤسسة اللي احنا قاعدين فيها عندهم خبرة واسعة، يعني بشوف إذا هاي المعايير أو هاي الميثودولوجيز مستخدمة بطريقة صحيحة، وبالتالي دراسة الجدوى تعطي حقيقة للواقع أو تعطي حقيقة بأن المشروع يتنفذ بشكل صحيح، أنا ما برفضها. يعني الشغلة مش مزاجية، لأنه راح يجي القطاع الخاص بيقول لي أنا استخدمت هاي الميثودولوجيز. يعني خلينا نعطيك مثال، يعني اذا هو حاسب الفاليو فور ماني في طريقه وفي موديل بنحسب الفاليو فور ماني، في طريقه في كويجنز بتنحسب مثلا الانترنال ريت اوف ريتيرن او معدل العائد الداخلي سواء الاقتصادي او المالي، اذا هو استخدم هاي الميثودولوجيز وهاي الطرق بطريقه صحيحه
راح يجي حاججني يقول لي عمي هاي انا مستخدمها صح، انت بتقول دراستي مش صحيحه. بطلع على الاسامبشنز، على الافتراضات اللي هو مستخدمها في اعداد دراسه الجدوى. لازم يكون في لها جاستيفيكيشن. هذا الجاستيفيكيشن بناقشه معه اذا كان مستخدم صح او غلط، ببين يعني اي مقيم كذا. بيختلفوا شغلات بسيطه بس في الاساسيات لدراسه الجدوى لازم تكون موجوده بالدراسه، وهي موجوده يعني كل العالم وكل الناس الفاينانشال او الفاينانشال ادفايزرز بيعرفوها، فبالتالي ما فيها عمليه مزاجيه. بالنسبه للمركزيه والحكم المحلي، يا ريت يعني اذا في اعاده دراسه للقانون او كذا، هذا بيبين معنا في التطبيق. اي قانون لما انت بتطبقه بتشوف فيه شو القصور، وهي اول مره راح تطبق قانون الشراكه، وبعدين بيتم تعديل القانون حسب الحاجه. انت كمان حكيت عن دور القطاع الخاص، انا والله بشد على ايدك، يا ريت احنا بدنا القطاع الخاص معنا مجلس الشراكه، لكن القضيه التشريعيه مش في ايدينا. شكرا لك. هلا بالنسبه لل 25%، هاي ممارسه دوليه، الحكومه حاجه للشريك الخاص وشركه مشروع بكون لها مساهمه. المصريين عندهم حد اقصى 20، الكويتيين عدلوا قانونهم من جديد رفعوها ل 24. إذا صارت 26 في قرارات مهمة المستثمر ممكن إنه يعني ما يقدر يتخذها لأن الحكومة حتوقف طريقه. فهي ممارسة دولية إنه يكون الحكومة داخل في الموضوع. بالنسبة للبلديات والمركزية، حسب تعريف الجهة الحكومية المتعاقبة، البلدية مشمولة بهذا القانون. بدك تحكي لي مؤسسة أهلية، مؤسسة مش أهلية هي مشمولة بالقانون، هيك إجى القانون. لأنه في ناس بيقول لك المؤسسة هي خارج القانون، لكن اللا مركزية أي مخرجات راح تطلع من مجلس النواب لشكل المجلس المحلي أو هذا كله خاضع للشراكة. فالمدار البلدية خذ مني احنا طب مو مشكلة، أنا بحترم وجهة نظرك. فالبلديات خاضعة للقانون لأنها معرض ضمن التعريف. أولويات المشروع ما بعرف حين سنة أولويات من حق الدولة، لأنه هي المشاريع هترفع العرض هي تحدد شو أولوياتها في الوقت الحالي. الأردن عنده مشكلة طاقة الآن أولوية ضخمة، فالآن كل مشاريع العروض المباشرة تنفذ لأنه عندك مشكلة طاقة. لحل مشكلة الطاقة جزء كبير من المشاكل تنحل. بعدين بس نحن الطاقة بجزء عندنا مشكلة المي، عندنا مشكلة النقل. فالأولويات من حق الدولة تكون هذا مشروع أولوية أنا أطرحه، وهذا مش مشروع أولوية أنا ما بقطعها. شكرا. خليني بس أعمل بعض التعليقات السريعة إذا سمحتوا لي باللغة العربية. I'm sorry just to make sure the message gets through. First أنا شاكر لوزارة المالية مبادرتها وإرسال أو انتداب الزميلين المستشارين عزيزين للحضور لهذه الجلسة. هذه تعبير عن صدق وزارة المالية في مبدأ الشراكة. والشراكة ليست الشراكة مع القطاع الخاص ليست إرادة فردية ولا إرادة حكومية، هي إرادة ملكية. جلالة الملك اللي هو الذي يأمر في كل خطاب سنوي وفي كل مناسبة بضرورة إقامة شراكات بين القطاع الخاص والقطاع العام. وتنفيذ وزارة المالية لهذا الموضوع يدل على بادرة خير كبيرة، وخصوصا وجودكم معنا نشكركم على هذا الوجود. نحن نعمل مع وزارة المالية أيضا بشراكة بغض النظر عن القانون. نحن نعمل مع وزارة المالية اليوم بشراكة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أجهزة وأنظمة الدولة، ووقعت مع معالي وزير المالية اتفاق ليقوم مجمع المحاسبين العرب الذي أرأسه برنامج تدريبي للموظفين في الدولة على معايير المحاسبة في القطاع العام الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين، مما يعطي مصداقية أكبر ورقابة أفضل وشفافية أفضل على الحسابات الحكومية.